إذاعة سلطنة عمان. بالبر صمت وأنت أفضل صائم، وبسنة الله الرضية تفطر. واحة الصائم، واحة الصائم، واحة الصائم. من آدمي أدي فروض العبادة، هذا شهر عفو وطاعة وغفران. الله ذا الإجلال يكرم عباده، وأعظم هدية في العمر شهر رمضان. من آدمي أدي فروض العبادة، هذا شهر عفو وطاعة وغفران. الله ذا الإجلال يكرم عباده، وأعظم هدية في العمر شهر رمضان. واحة الصائم، ساعة رمضانية أثيرية، هذا موعدها. واحة الصائم، في الواحة نستظل وإياكم بنفحات من الشهر المبارك، نتبادل المعلومات ونطرح مواضيع تهمنا من وحي رمضان. واحة الصائم، يوميا أنتم بصحبة محمد المرجبي، الدكتور عبد الله العبري، والمخرج حمد بن عامر الوردي. واحة الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العظيم. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم اشف مرضانا وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مرضى المسلمين. اللهم أعنا أن نداوم على عيادة مرضانا، فنوفيهم حقهم علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد تسليما كثيرا. واحة الصائم، واحة الصائم، واحة الصائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأحبة أينما كنتم. لقاء جديد يجمعنا على مدى الساعة القادمة في هذا اليوم 13 من رمضان المبارك. نقترب فعلا من انتصاف الشهر، ونتمنى أن نكون في هذا البرنامج قد قدمنا ولو الشيء اليسير مما يرضي المستمعين الكرام. وفي كل يوم هناك موضوع نقترحه سويا، وموضوعنا اليوم سيكون أيضا من المواضيع الإنسانية التي اهتم بها ديننا الحنيف. لإخواننا وأخواتنا الذين يرقدون في المستشفيات أو في البيوت بسبب المرض، نسأل الله تعالى أن يعجل شفاءهم وأن يرزقهم الصحة والعافية. وفي رمضان تتضاعف الحسنات وتتضاعف الصالحات، ويتنافس المسلمون في أعمال البر. من أعمال البر الإنسانية العظيمة زيارة المريض أو عيادة المريض، وتسمى عيادة لأن الناس يعودون إلى المريض مرة بعد أخرى. المبادرة بزيارة ولو خاطفة للمريض مؤكد أن لها الكثير الكثير من التأثير الإيجابي ورفع معنويات المريض. زيارة المريض مسألة واجبة على المسلم وحق للمريض، وأجرها كبير عند الله. هذا هو مقترحنا في هذه الحلقة، عيادة المريض أو عيادة المرضى أو زيارة المرضى. أهلا ومرحبا بكم.
واحة الصائم. واحة الصائم. تسعدنا مشاركاتكم على هاتفي البرنامج 24640233 أو 24640234 أو عبر الرسائل النصية SMS 90484. عليهم بالرضا ترضى، تشافيهم تعافيهم، تردهم حق أهاليهم، اللي يسهرون الليل لك ارتفعت أياديهم، يصلوا لك ويدعون يا رب تشفي لنا الغالي، يسجدونك ويرجونك وفي رحمك طمعاني، يصلوا لك ويدعونك يا رب تشفي لنا الغالي، يسجدونك ويرجونك وفي رحمك طمعاني. يا ربي جودك ولطفك، إلهي لا تخليهم، يا عالم بالذي فيهم، ويا ربي تقبل الدعوة من الناس اللي تغليهم، يصلوا لك ويدعونك تشفي لنا الغالي، يسجدوا لك ويرجونك وفي رحمك طمعاني، يصلوا لك ويدعونك يا رب تشفي لنا الغالي، يسجدوا لك ويرجونك معاني. واحة الصائم. واحة الصائم. واحة الصائم معكم في هذه الرحلة الأثيرية اليومية حتى السادسة. مثل ما أشرنا اليوم نركز على موضوع عيادة المريض أو زيارة المريض، ونسأل الله الشفاء لكل
لكل المرضى. دكتور عبد الله العبري، اهلا بك، حياك الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة شهر رمضان شهر نفحات وخيرات تعم جميع الناس، من كانوا أصحاء ومن كانوا مرضى، ولذلك الإسلام في الصوم خفف عن المرضى، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذا التخفيف المادي عن الصيام وأنهم معذورون عن الصيام، كذلك هناك تخفيف معنوي عندما يواسيهم الناس فيما هم فيه من ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وعيادة المريض دلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حق المسلم على المسلم، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ولذلك الحقيقة نظر الإسلام إلى المريض هذه النظرة الجميلة، هذه النظرة الإنسانية الرائعة، فيها حكم عظيمة، فيها حكم تتعلق بالمريض المزور، وفيها حكم أيضا تتعلق بالزائر. فما يتعلق بالزائر، الحقيقة عندما يزور المريض يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، نعمة الصحة والعافية، وأيضا عظيم الثواب الذي يناله بهذه العيادة لهذا المريض. وأما ما يتعلق بالمريض فطبعا من باب التخفيف عنه والدعاء له، وكل ذلك للإثنين فيه مصلحة عظيمة، فهو يبعث على الألفة والمحبة بينهما، حتى أن ما يصيب القلوب من كدر إذا ما زار المريض مريضا وقد تكدر قلبه عليه فإنه يلين ويرق، لأن حال المريض حال تستوجب من الإنسان الشفقة، وفيها جزء أو كثير من المحبة التي يسعى إليها كل طرف تجاه الآخر، فهي من القيم الإنسانية العظيمة التي حث عليها الإسلام، ليس فقط للمسلم بل الجار الذي له حق الجوار، أو مثلا إذا قلنا الزميل في العمل وإن كان غير مسلم، فإن الزيارة أيضا تكون في حقه من باب دعوته للخير، ومن باب القيام بالقيم الإنسانية التي يتبادلها الناس فيما بينهم. فهذه الزيارة مطلوبة ليست فقط للمسلم بل للمسلم وغير المسلم. نعم، هذه الجزئية مهمة طبعا. نعم. نحن كمسلمين، نحن المسلمين نزور غير المسلم. نعم. إن كان مريضا. إذن هذا وهذه مقدمة لموضوعنا حول عيادة المريض أو زيارة المريض. وأذكر بالنسبة للإخوة المستمعين الكرام اللي يحب يشاركنا في هذا الموضوع، رقم الهواتف 24640233 و24640234. أكرر الرقمين 24640233 و24640234. بالنسبة للرسائل القصيرة، نستقبل الرسائل القصيرة على الرقم 90484، وإن كان عندنا إشكالية صغيرة حتى الآن ما أعرف بنقدر نستقبل ولا لا الرسائل، إنما المكالمات مفتوحة. طيب، عندما نزور مريضا أكيد هناك، نعم، أولا خلنا نسأل من نزور، من من المرضى الذي يجب أن يزار، يستحق الزيارة،
لأن كلمة مريض تبدأ من شخص عنده زكام وشوية يعني نعم. شوية تعبان نعم. فبنطلع مقصرين إذا ما زرناك إذا ما بنلحق. نعم. آتي على تعليقك بعد قليل. خلنا نسمع المكالمة التالية سوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، مين معنا؟ يسرى المسلمي. مين عفوا؟ يسرى. يسرى. أيوة. المسلمية. أيوة. تفضلي يا يسرى. أعتقد بخصوص زيارة المريض هذا من حق المريض نحن بشكل عام على المسلمين. أيوة. لأن المريض في حالته النفسية والضغوطات المرض وهذه الأشياء محتاج إلى دعم. والدعم من وين بيحصل عليه بدون ما يكون حد جنبه؟ تمام. والزيارات اللي تيجي عنده الناس يشوفوه ويطمنوا عليه. هذه بنفسها نص العلاج المريض. حلو. تمام. لأن تدعم المريض نفسيا وترفع معنوياته أنه هو عنده أمل وأن الدنيا لسه بخير. نعم. وأن ربك رب الكريم. يعني الدعم ما لازم، ما دائما الدعم بفلوس. طبعا لا. هذا من أروع أشكال الدعم. الدعم النفسي أهم من دعم الفلوس. في العالم كله. نعم. الإحساس تمام. بالحب والحنان والاهتمام نص علاج المريض. تمام. حلو. شكرا أختي يسرى. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. دعم للمريض. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، من معنا؟ كيف الحال؟ الحمد لله. أبو أحمد. أبو أحمد، من اسمه؟ حياكم الله. سالم الحبسي. حياك الله سالم. كيف الصحة وخير؟ الحمد لله بنعمة، تفضل. والله أشكركم على هذا البرنامج الطيب. واجب يا سيدي، تفضل. بس حبيت أشكركم وحبيت أشكر هذا الاجتهاد الطيب منكم على هذا البرنامج الطيب. شكرا شكرا، كلك ذوق. كلك ذوق. كلك ذوق. ربي يخليك. أحسن. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا، هذه لمسة، هذا دعم من أبو أحمد لنا. نعم. إن شاء الله يكون أيضا متابع للنصائح التي تأتي فيما يتعلق بعيادة المريض وآداب عيادة المريض، فهي الحقيقة ليست مطلقة هكذا، وإنما يعني فيها وسطية، والإسلام جعل لها آدابا حتى لا تكون أيضا زيادة في المرض. يعني كما أن المريض يحتاج إلى دعم ومعنويات عالية، أيضا يجب أن لا نفرط في هذا الدعم وهذه المعنويات بحيث تكون سبب لإزعاج المريض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، وعندما كان يعود المرضى كان يتلطف بزيارته للمرضى، وزيارته تكون يسيرة خفيفة تشملهم بالدعاء وبيان المحبة ورفع المعنويات. وطبعا أنا أقول هذا الكلام لأنه ربما البعض يعتبر بأن زيارة المريض هي الجلوس مع المريض ساعات طويلة، ويعني دعنا نرتب هذه الآداب العامة. نعم، الآداب العامة نرتبها إن شاء الله نقطة النقطة حتى نأتي عليها، ويعني نتبين من خلالها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الإسلام فيما يتعلق بعيادة المرضى. فيما طرحته أنت سابقا الأستاذ محمد، وهو أنه من المريض الذي نعود. الحقيقة تدخل في هذه المسألة علاقات الناس، بمعنى أولا الأرحام والأقارب. يعني عندما يكون الأب والأم، فمثل هذا المريض هذا تاج على الرؤوس، يفترض ولو كان أمرا يسيرا ما يصيبه فيستحق الإطمئنان والزيارة. وربما يكون الصديق أيضا غالي وعزيز عليك، يصيبه شيء بسيط تتألم وبالتالي تتجه لزيارته. فالحميمية الإنسانية التي تقع بين الأخ وأخيه وبين الصديق وصديقه، هذه تلعب دور متى أزوره ومتى يزورني. هذا نقطة. هذا أزوره حتى في غير مرضه. لا، أنا أقصد في أثناء المرض. أنا أقصد اللي هي أثناء المرض طبعا، وغير المرض الزيارة مفتوحة، لكن في المرض فما بالك في المرض. فما بالك في المرض. نعم. فما بالك في أوقات مرضه. ولكن أيضا عندما تكون العلاقة بين الناس بهذا الانبساط وهذه الرحابة وهذه الثقة، وهذا ربما
أيضا من باب تخفيف الكلفة على الطرفين، يعني ممكن أن تكون يعني بدل الزيارة أيضا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى يطمئن الواحد على الآخر. يعني مسألة عيادة المريض ربما أحيانا على ظروف الإنسان تكون فيها شيء من الكلفة، وبالتالي يجب أن تكون الأخوة بين الطرفين، يعني تأخذ جانب من مراعاة الآخر. يعني بعض الناس أو بعض العلاقات إذا أصابه شيء ولم تزره وأنت تعلم ربما يزعل ويأخذ بخاطره، ويكون المرض سبب للقطيعة بدل من أن يكون سبب للوصل والتواصل والمحبة وزيادة الألفة بين الطرفين. فإذا يدخل في ذلك الحقيقة يعني ماهية العلاقات بين الناس ووسائل التواصل الاجتماعي، أيضا أن يعذر كل طرف الآخر إذا ما مرض. وهذه الزيارة أو عيادة المريض الحقيقة تأخذ جانبا من جوانب يعني صلة الأرحام ومن هم في يعني كما تقول مع الأرحام. يعني الآن أصبحت العوائل هي أرحام وشماج وشماج شماج، فإذا وسعنا الدائرة فتكون دائرة كبيرة جدا. ولذلك الإنسان يعني يتخذ منهج عيادة المريض من باب الأجر، ولكن على القدر الذي لا يقلق حياته وحياة أسرته. يعني بعض الناس يعني متفيق طول النهار يشوف لبس شيء مريض على حساب واجبات أسرته وعلى حساب يعني مصالحه ومصالح مصالح أولاده وعلى حساب مصالح. لا، المسألة يعني عيادة المريض ووصل المريض مطلوبة، ولكن بالقدر الذي أيضا لا يعطل مصالح الإنسان ولا يعطل واجباته في هذه الحياة، ويجعل نسق الحياة يعني على يعني وسطية واستمرار، بحيث لا نؤدي شيء من هذه الواجبات على حساب ترك واجبات أكبر على الإنسان. تمام، بس يعني في مجموعة عناصر أتصور يعني عندما أنا أزور المريض، التخفيف، نعم، لا نطيل في الوقت، هذه هي الآداب. نعم، لا، أول شيء يعني مسألة طبعا إحنا لما نذكر الزيارة ما نقصد المستشفى، لأن يعني المريض قد يكون في المستشفى وقد يكون في البيت، في المنزل. نعم، فإذا أولا مراعاة آداب الزيارة، وهو أن يطرق الباب وأن لا يستقبل الباب وأن يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا يرجع. يعني حال زيارة المريض كحال الزيارة العادية في الاستئذان. نعم، وأن تكون الزيارة أيضا في وقت ملائم، لأن هناك أوقات ربما يكون فيها المريض يحتاج إلى راحة أو عنده جرعات دوائية. وأيضا بعض العلماء الذين يتحدثوا عن الزيارة قال يستحب أن تكون يعني بعد يوم يومين ثلاث أيام، ما مباشرة طاح ومرضوا على طول أنت على يعني هو بعد ما عرف نفسه وين مرضه وين وجعه. وأيضا أن يدنو من المريض ويجلس عند رأسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على جبهة المريض ويدعو له. وأيضا كنا يرقية. نعم، وأن تكون الزيارة كما يقولون غبا، يعني على فترات، زر غبا تزد حبا، ما تكون يوم ورا يوم 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 لا تثقل على الناس. أيوة، ما تكون يعني يوميا حتى لا يكون المرض يعني يزداد بهذه. نعم، أحيانا البعض يفتكر أن المواصلة على الزيارة يعني هذا هو هكذا يقوم بالواجب. نعم، ومن حيث لا يعلم أنه يكون مزعجا للآخر. نعم، وأيضا ينبغي أن لا يطيل الجلوس حتى لا يضجر المريض ويشق على أهله، لأن ربما أهله يريد يتفقد حاجاته الخاصة وأموره. هو يجلس بالساعات الطويلة أمام المريض، هذا أيضا لا ينبغي. أيضا أنه احنا اعتدنا انه نسأل المريض عن مرضه، فلذلك يعني سؤال المريض عن مرضه ليس من الواجب الا من باب
إلا من باب مساعدته في الوصول إلى الشفاء. نعم. لكن عاد تجلس تبحث ومتى العملية ومتى كذا ومتى كذا ومتى كذا وتعمل تحقيق يعني إلى بما يؤدي إلى ضجر هذا المريض، يقول يا ليت هذا ما زارني. صح. يعني من يوم دخل علي هو ما أخذ تحقيق 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 تحقيق، فهذا ما ينبغي أن يزعج. أعتقد يكشف نفسه هذا الزائر أنه ليس زائرا يريد أجرا. نعم. هو عنده أغراض أخرى. ممكن يعني. نعم. فأيضا الدعاء، طبعا ورد الدعاء للمريض أو أن يرقي المريض، جاء طبعا في الحديث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فهذا أيضا ينبغي أن يراعى، أن يقول الكلام الطيب وأن يقول يعني الكلام الذي يطمئن المريض. هذا أيضا من الأداب أن يطمئن المريض على حاله، يعني يقول هذا أمر بسيط، يعطيه أمل في الشفاء. نعم، هذا أمر بسيط، إن شاء الله الأمور بسيطة، ربنا قدر ولطف وهكذا، يعني عبارات. لأن الحديث أيضا إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، بمعنى أعطوه معنويات المقصود. أيوة. فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه، طبعا ذلك لا يرد وقت أجل الإنسان، لكن هذا مما ينفس على المريض ويرفع من معنوياته، يعطيه الأمل. نعم. أيضا. نعم. أيوة. ولكن يعني السؤال عن حالي، كيف حالك، كيف صحتك، هذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في 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 الموت، يعني فقال كيف تجدك، كيف تجدك، يعني بمعنى السؤال عن السؤال عن حاله. فهذا أيضا من مما ينبغي. أيضا أن لا يتكلم بما يقلقه ويزعجه، ويعني بل يظهر له يعني الرقة واللطف، يعني ما يذكر له سؤال فلان وعلى الأشياء المزعجة في في حياته، والله أنت الحالة الفلانية أو الشيء الفلاني، أو يأتي بأمثلة على نفس المرض. أيوة. وفلان لقي حتفة من هذا المرض وفلان. سبحان الله. وأيضا أن يحمله على الصبر ويعده طبعا كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر، يقول له طهور إن شاء الله، أي مطهر للذنوب. أيضا هناك أداب تتعلق بالمجموعة، إذا كان الذين يعودون المريض اثنين أو ثلاثة، أيضا ما يكثروا من الكلام الجانبي بينهم، بحيث هذا يعني حديثهم يكون مزعج وفي اختلاف ربما أراء وانت كذا، يعني أثناء زيارتهم للمريض وهم مجموعة لا يلجأوا إلى الحديث الجماعي الذي يزعج المريض والذي أيضا فيه خلاف ربما بينهم في الحديث، لابد أن يدعم ماديا أيضا بما يعود عليه بالنفع، ماديا. يعني ماديا بمعنى احنا إن كان محتاجا، يعني لا إن كان محتاجا، وأيضا لا احنا أيضا المقصود بالدعم المادي يعني شيء يبين نوع من التواصل، يعني احنا هدية بسيطة، شيء عصير ورد، شيء يعني مما يرفع ايضا من معنوياته، يعني هدية فيها ملاطفة، فيها ملاطفة. نعم. من هذا وليس فيها كلفة. هكذا. تمام. هذه مجموعة نعم مجموعة آداب، والحقيقة كل واحد من هذه الآداب فيها كثير من الأشياء النفسية التي تعود على المريض، أشياء الجميلة ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأداب إلا لأن فيها تخفيفا لهذا المريض عما أصابه وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به من مرض. وطبعا ما عند الله خير وأبقى، لأن المرض هو ابتلاء. نعم. وصبر الإنسان على الابتلاء معناها مزيد قرب من الله، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. نعم. فكلما كان البلاء أكبر كلما كان القرب من الله عز وجل أكبر. وأيضا في ساعات المرض يشعر الإنسان بقربه من الله سبحانه وتعالى، يشعر بتقصيره في جنب الله عز وجل، يشعر بكثير من الأمور التي كانت غائبة عنه. لأنه في ساعة المرض الإنسان يشعر بضعفه، خلق الإنسان ضعيفا، يشعر باحتياجه بافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور يدفع بالإنسان إلى مزيد من القرب من الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث داووا مرضاكم بالصدقات. فالمرض يعطي الإنسان دافع
كبير للصدقة من باب أنه يلحق على نفسه بالطاعات وأيضا يخفف عن نفسه بهذه الصدقات. المتصدق له سيدعو له بالصحة والبركة والعافية وهكذا. نعم. وهناك أمور يعني أمور كثيرة تستفاد عند المرض. يعني في النهاية في الآداب العامة هي مسألة الذوق العام. نعم. يعني ما يدخل فيها المتبع بين الناس. نعم. بمعنى أي إنسان يعني عفوا مثل ما قال متربي يعني نعم. في بيتهم مربي على السلوك الحسن وعلى التلاطف مع الناس نعم. سيكون مثال جيد لزيارة أي مريض. المريض نعم. لن يكون مزعجا لأي مريض. لأي مريض نعم. انتصف وقتنا ونذهب إلى الفقرة المعتادة في هذا الوقت. واحة الصائم. واحة الصائم. أوراق رمضانية. أوراق رمضانية. أوراق رمضانية. أوراق رمضانية، وهذه الأوراق نقلبها يوميا مع الأستاذ عبد الحميد بن يحيى الراشدي. أستاذ عبد الحميد. نعم أستاذ محمد. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك يا مرحبا بك. ما هو الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا اليوم نبدأ بالبرامج والمناشط اليوم غد، ثم بعد ذلك ننوه ما بقي من برامج هذا اليوم. وبداية برامج يوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى انطلق من محافظة مسقط في ولاية السيب في مسجد النهدة. يلقي المحاضر سامي فرقي محاضرة بعنوان انتصارات المسلمين في رمضان. وفي جامع الخوض بجامع حي المعرفة يلقي الفاضل حافظ محمد وسيم محاضرة بعنوان العمل الصالح بالأردن. وفي السيل كذلك في مسجد الحاج مبارك يلقي المحاضر يوسف الهاروني محاضرة بعنوان لذة القرب من الله تعالى. وإلى محافظة الداخلية ففي ولاية نزوة في جامع عرفة يلقي المحاضر مسلم بن ضحية الريامي محاضرة بعنوان الصوم والقرآن. وإلى ولاية الحمراء يلقي المحاضر سليمان الهطالي محاضرة بعنوان شروط الصيام. وإلى ولاية منح في مسجد الشجرة يلقي المحاضر قاسم بن سالم أولاد ثاني محاضرة بعنوان دروس غزوة بدر الكبرى. وإلى ولاية إزكي في مسجد الحجر يلقي المحاضر سالم بن سعيد الشريقي محاضرة بعنوان من مفسدات الصيام. وإلى محافظة الظاهرة في ولاية ضنك يلقي المحاضر علي العلياني محاضرة بعنوان رمضان شهر القرآن في مسجد البحر. وفي ولاية عبري يلقي المحاضر عادل المنظري محاضرة بعنوان رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في مسجد أبي القاسم. وإلى محافظة ظفار ففي ولاية صلالة في مسجد صلاح الدين يلقي المحاضر مجدي بن عبد العزيز القاضي محاضرة قراءة فتاوية في رمضان. وفي ولاية صلالة كذلك في مسجد علي بن محمد يلقي الفاضل عبد الله بن أحمد الكثيري محاضرة بعنوان التقوى. وفي ولاية صلالة يلقي الفاضل عبد الله بن عوض العولقي محاضرة بعنوان فتح مكة في مسجد الفاروق. وإلى محافظة البريمي في ولاية البريمي في مسجد السلام يلقي المحاضر عبد الله بن هلال البلوشي محاضرة فضل العشر الأواخر والاعتكاف. وإلى ولاية محبة يلقي المحاضر رمضان عبد المنعم محاضرة بعنوان من لم يدع قول الزور والعمل به. وإلى محافظة مسندم ففي ولاية مدحة في مسجد النادي يلقي الفاضل عبد الله بن أحمد مدحاني محاضرة بعنوان فضائل الصيام. وفي ولاية دبا في مسجد المخرج يلقي المحاضر سلطان بن علي بن راشد محاضرة دروس من غزوة بدر الكبرى. وفي ولاية خصب يلقي المحاضر نصر عبد الرحمن شاهين محاضرة بعنوان أثر الصدقة في حياة البشر في جامع الحاجر. وفي ولاية بخر في مسجد الشيخ أحمد يلقي المحاضر عاشور بن محمد محمود محاضرة بعنوان من فضائل رمضان.
وإلى محافظة الوسطى، فالدقم بعد الدقم يلقي المحاضر ضياء بن محمد عبد الحي محاضرة بعنوان تفسير آيات الصيام في جامع سمرة. وننتقل نعرج إلى المناشط الدينية المتبقية لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ما ذكر هذا كل ما ذكر هو ليوم غد. ليوم غد. نعم. نعم. أما اليوم ما بقي ما تبقى من المناشط الدينية لهذا اليوم. نعم. فلعلنا نبدأ بمحافظة الداخلية في ولاية نزوة في المرفع دارس محاضرة بعنوان ما ينقض الصيام للمحاضر سيد بن سعيد الصبحي. وفي ولاية إزكي في منطقة قرن قطار يلقي المحاضر خميس بن دارب الريامي محاضرة بعنوان دروس من غزوة بدر الكبرى. وفي ولاية أدم في مسجد السيح يلقي المحاضر عيسى بن سليمان الصبحي محاضرة بعنوان رحمات شهر الصيام. وإلى محافظة شمال الشرقية في ولاية وادي بني خالد في مسجد السيح العالي يلقي المحاضر ناصر بن سعيد الرزيقي محاضرة أنوار من آيات الصيام. وإلى محافظة مسندم ففي مسجد العق بليما يلقي المحاضر محمد بن سالم الشحي محاضرة من فضائل رمضان. وإلى محافظة الوسطى في ولاية الدقم في مسجد الكحل يلقي المحاضر ضياء بن محمد عبد الحي محاضرة بعنوان تفسير آية الصيام. هذا موجز لبعض وأهم مناشط الدينية اليوم ويوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسنت، كل الشكر لك أستاذ عبد الحميد راشدي، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. إذن هذه مائدة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الرمضانية في مختلف الجوامع والمساجد من محاضرات تلقى هنا وهناك بالنسبة لما تبقى من اليوم وليوم غد. ومعكم في واحة الصائم حتى السادسة. واحة الصائم. واحة الصائم. تسعدنا مشاركاتكم على هاتفي البرنامج 24640233 أو 24640234 أو عبر الرسائل النصية SMS 90484. واحة الصائم، وهذا موضوعنا في حلقة اليوم. واليوم ما استمعنا إلى مكالمات كثيرة. أذكر مرة أخرى بأرقام الهواتف 24640233 و 24640234. وهذه مكالمة. السلام عليكم. عليك السلام. يا مرحبا. كيف حالكم؟ مرحبا وسهلا. الحمد لله. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. عزيز محمد أبو قيصر. حيا بك أبو قيصر. طيبين. كيف حالك؟ الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. نسمع يعني نكلمكم ما لا نسمع. هذا مكانك وصلت. نحب مكالمكم ونسمع. الله يخليك. والله تقبل منا ومنكم. منا ومنكم جميعا إن شاء الله. إيش تقول أبو قيصر في موضوع زيارة المريض؟ نعم المريض حق. حق المريض. أبقر شيء. الله تعالى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زار يهودي يقول كان صح هو يهودي وكيف عاد المسلم وأخوك وجارك ووالديك نعم وإخوانك نعم المسلمين هذا واجب إن شاء الله نعم واجر أقول ثواب كبير إن شاء الله تمام أحسنت تحية على الشيخ شكرا لك بارك الله فيك يا عم عزيز جزاك الله خير حياك الله يا أهلا بيك هذا رأيي أيضا يعني من الظواهر الجميلة في عمان بشكل عام مثل ما معروف أن المستشفيات المرجعية الكبيرة موجودة في مسقط نعم. المشهد الطبيعي جدا أن يجتمع أكثر من شخص يستأجر سيارة ميكروباص أو حتى النساء نعم ويجوا لمسافة طويلة يعني تصل إلى مئات الكيلومترات لزيارة مريض في مسقط ويرجعوا
يعني متربين عليها المسألة، لجزء من تركيبة هذا المجتمع عندما يسمعوا عن مريض من منطقتهم تم تنويمه في أي مكان في عمان. رح يتبعوه رجالا ونساء. أعتقد هذا مشهد يقدر جدا في عمان. وهي حتى كلام الفقهاء على زيارة المريض أنه يعني زيارة المريض المعروف لدى الإنسان سواء كان من أرحامه أو كان من جيرانه أو كان من يعني أي صلة تصله بهذا المريض، فيعني يصبح تصبح يعني زيارته يعني من الحقوق. وتكلموا عن حتى زيارة مثلا الرجال للنساء وزيارة النساء للرجال، الفقهاء تحدثوا عن هذا الجانب وقالوا مع الالتزام بالآداب الشرعية يجوز للمرأة أن تزور غير محرمها، يعني إذا كان مثلا ابن العم أو إذا كان ابن الخال أو إذا كان أيضا حتى جار. وقد استدلوا على ذلك بحديث زيارة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زارت بلال عندما مرض. فقالوا مع مراعاة الآداب، طبعا إذا كانت المريضة امرأة فمراعاة الستر للمرأة، ومع إذا كان المريض رجل مراعاة أيضا يعني الالتزام بالآداب الشرعية عند زيارة هذا الرجل. لكن زيارة المريض سواء كان من الأرحام أو غير الأرحام فذلك أمر مما أباحه الشرع وحث عليه كما قلت مع مراعاة الآداب الشرعية في ذلك. الحقيقة نقطة يعني جميلة أيضا استوقفتني وأنا يعني أقرأ في بعض الموضوعات المتعلقة بزيارة المريض، يعني ما هو موقف الطبيب؟ يعني الطبيب هذا من مريض لمريض من مريض لمريض يشوف كل شيء يعني. لا، وهو أنا أقصد أنه أيضا الطبيب يزور المرضى كل يوم ويزور كل المرضى. كم مريض يزور اليوم؟ ولذلك قال الفقهاء أن زيارة الطبيب للمريض تأخذ أجر زيارة المريض إذا ما احتسبها ونوى بها زيارة هذا المريض، يعني مع كونه جاي يعالجه نعم أيضا يحتسبها في النية إيش؟ نعم زيارة لهذا المريض. يعني لو أطبائنا وضعوا في بالهم هالمسألة. أيوة. وأتوقع هناك أكيد. فعلا من يضع في باله هالمسألة زيارة المريض، يعني طبعا اللي هي الفضائل التي تعود على الإنسان من زيارة المريض، أول هذه الفضائل أنها اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعود المرضى وأنه يتبع الجنائز وأنه يقوم بكل ما يحتاجه الإنسان من عون ودعم من قبل المسلمين. فأولا هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رتب عليها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها خيرات أخرى لهذا الإنسان. ومن تلك الخيرات التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أي رتبها على زيارة المرضى، أن الإنسان عندما يعود المرضى فإن الملائكة تتدخل. كيف يعني تتدخل؟ الملائكة تصلي على هذا الإنسان، على الزائر. نعم. فقد جاء في الحديث عند الترمذي ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والمقصود بذلك الحقيقة ربما الناس ما تتصور ما فائدة الملائكة بالنسبة للإنسان. الملائكة خلق من خلق الله، يعني خلق من خلق الله يستجيبون لأمر الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبالتالي الإنسان يستفيد من دعائهم لأن الملائكة تدعو للإنسان كما جاء في الحديث إن الملائكة لتدعو لأحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا في عيادة المريض الملائكة أيضا تصلي على الإنسان، أي تدعو له بالرحمة، فإن يعني صلاة الله تعالى على نبيه هي نوره ورحمته وهداه. عندما نقول اللهم صل على محمد يعني اللهم ارزق محمدا النور والرحمة والهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من صلى علي مرة صلى الله له بها علي صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، وهكذا. يعني أن الله تعالى يصلي على الإنسان أي
أي يعطيه النور والرحمة والهدى. نعم. فإذا هنا الملائكة عندما يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحف الإنسان بهذه الصلاة، أي أنها تشاركه، أي تشارك الإنسان طلبا من الله عز وجل لهذا الزائر الرحمة والرضوان. نعم. نحن نتحدث عن حق، يعني ليس نعم. مجرد هو ليس منا من أحد. نعم. يعني ومع ذلك هو شوف إيش اللي فيه. ومع هذا الله سبحانه وتعالى يكافئك ويثيبك على نعم. على أنك تقوم بشيء أنت مأمور به، يعني حق المسلم على المسلم، وهي جزء من الرحمة. يعني أنا لما أزور المريض أنا أحرك في نفسي كوامن الرحمة الإنسانية، ولذلك مكافأتها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الزائر. يعني جاء في الحديث أيضا أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فانظر إلى ما يكافئ الله عز وجل به الإنسان إذا ما تعامل مع أخيه الإنسان بهذه القيم الإنسانية الجميلة. نعم. التي يحتاجها في كل زمان ومكان. تمام. الوقت الزمن الذي نعيش فيه غير الزمن يعني الماضي، وتيسرت أمور وأمور اليوم. نعم. وأتت وسائل التواصل الحديثة. نعم. اليوم يعني تعددت هذه الوسائط بشكل يكاد يحسب حضور. نعم. لما توصل لمكالمة الفيديو. نعم. نعم. بجي عليها التعليق أيضا بعد هذه المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، مين معنا؟ خلفان الغيلاني. خلفان الغيلاني. نعم. ونعومك من وين؟ من قعدان. حياك سهلا، تفضل. كيف حالك الأخ سيف؟ بارك الله فيك الأخ خلفان، الله يسلمك. الله يحييك، مبروك عليكم الشهر. الله يبارك فيك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سمعتكم تكلمون عن موضوع الزيارات نعم. زيارة المريض. نعم. زيارة المريض. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نعم، ما شاء الله، صدق الله العظيم. نعم. هذه نعم. برامج زيارة المريض فيها فضائل وايد، وبعدين كانوا هلا من زمان ما كانوا في سيارات عندهم. كان الواحد يوم يمرض والمريض يسمونه ميهود، البداية خاصة ميهود. نعم. ميهود. نعم. ميهود ميهود. نعم. يسمونه ميهود. صح. يعني ما في تطور عندهم. صح. كان طعامك الواحد يتقطع صوتك خلفان، بس لو تثبت عشان نسمع حديثك الطيب. يزور عمرك عليه ناقة عليه راحلة أو في البحر حتى يزور ويروح مع هذا، يروح مع هذا يروح. نعم. نعم. حتى طال عمرك بزغة النهضة يوم المبارك. نعم. نعم. مع طال عمرك نهضة حكم مولاي صاحب القلادة. نعم. الحمد لله سهلت الأمور وكثرت المستشفيات وكثرت الوسائل. الحمد لله. الله يخلي إن شاء الله لنا ولكم والجميع المسلمين إن شاء الله. آمين. آمين. جزاك الله خير. آمين. بس حبينا نذكركم أن زيارة المريض فيها فضيلة وايد. جزاك الله خير. أحسنت أخي، جزاك الله خير. تمام يا خلفان، شكرا لك. شكرا جزيلا. بنرجع نعلق على بعض النقاط بعد هذه الفقرة. واحد الصائم. أوقات الصلاة. الصلاة. وهذه أوقات الصلاة. أذان المغرب يحين في 7:03، أذان العشاء في 8:25،
أذان الفجر ليوم غد الأربعاء في 3:56. تقبل الله منا ومنكم. واحة الصائم، واحة الصائم، واحة الصائم. وفي آخر 10 دقائق ونحن نتحدث اليوم عن موضوع زيارة المريض أو عيادة المريض كحق من حقوق المسلم على المسلم. وأيضا يعني لاحظنا من خلال الحديث في الحلقة أنه نوع أو جزء من ثقافتنا المحلية العمانية، أيضا اهتمامنا بهذا الجانب. صورة أخرى نقلها الأخ خلفان الغيلاني ومن لطائف المفردات، كنا نحكي قبل شوية في الفاصل، يقول يسمى ميهود أو مجهود. حتى في المناشد أحيانا محد محموم محد ميهود، يعني تحصل عند في البادية خاصة. هذا نوع من الاطمئنان. والمجهود هو يعني مصطلح من الجهد، أي أصابه الإعياء والتعب. فمجهود يعني مريض مما أصابه، طبعا محد صاب الجهد. نعم، هو مصطلح لغوي صحيح. نعم. ليس عليه غبار. والحقيقة تفعيل هذا الجانب أيضا مع يعني هو الآن تحدث الأخ خلفان عن أنه في الزمن القديم كان الناس على الإبل وعلى الحمير وعلى الوسائل البسيطة، ومع ذلك كانوا يزورون المرضى. مع الآن مع توفر الوسائل المعاصرة وزحمة الحياة وكثرة المشاغل و يعني كثير مما يعني يشغل وقت الإنسان، فالتذكير بزيارة المريض والتذكير بهذا الأمر فيه الحقيقة يعني فيه دعوة عامة لأن نراجع أنفسنا في هذا الجانب. وبالتأكيد ماشي إنسان يشعر من نفسه الكمال، أكيد أنه عنده تقصير يعني في أخ أو صديق أو كذا. فهذه يعني هذا الموضوع اليوم دعوة لمراجعة ومحاسبة النفس فيما قصرت في هذا الجانب، حتى يتواصل الإنسان مع من يريد التواصل معهم في جانب عيادة المريض وصلته. وكما قلت الإنسان ليس معصوما من الخطأ وليس معصوما من التقصير، فيسعى جاهدا أن يطوع شيئا من وقته لهذه الفضائل التي ذكرناها في عيادة المريض، وهي فضائل عظيمة لا ينبغي تفويتها ولا ينبغي التفريط فيها ما دامت تصب في أجر الإنسان. ومن يدري اليوم الإنسان يعني يزور وغدا يزار. كما تدين تدان. يعني كما أنت الآن تؤنس هؤلاء المرضى وترفع من معنوياتهم وتدفع بهم إلى الشفاء، فغدا أنت محتاج لمن يزورك ومن يرفع معنوياتك ومن يعني يبادلك نفس الشعور الجميل بالمحبة والإخاء وطلب الصحة والسلامة والعافية. نعم، كنا نتحدث أيضا قبل عن موضوع وسائل التواصل. نعم. الاجتماعي والإلكتروني. يعني اليوم على جلستنا هذه لو نبى نزور مريض في أمريكا ما في عمان. نعم. يعني راح نفتح هواتفنا أنا وياك. نعم. ونعمل مكالمة فيديو ونزور أي مريض نعرفه في أي مكان. تيسرت الأمور. هل يعني هل هذه تغني؟ نعم، هي ما تغني من باب أن تغني غناء تاما، وإنما هي تؤدي يعني قسطا من الـ يعني تعطي قيمة مضافة كذا للموضوع شوية، أنه في وسائل أكثر، لأنه التقاء الأرواح نفسها له دور في رفع المعنويات. فإذا لم يمكن الالتقاء الجسدي بالأشخاص حتى يلتقوا لقاء صحيحا، هذه الوسائل يعني تؤدي جزء من الغرض. نعم. نعم. هل للزيارة أوقات؟ يعني هل ورد شيء في الأثر إنه الحقيقة يجب اختيار وقت بعينه؟ هو الوقت بعينه لا شك أن الإنسان له أوقات للقيلولة، وطبعا ورد في مواضيع الاستئذان من قبل صلاة الظهر وحين تضع من قبل صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة.
هذه أوقات، أوقات النوم، أوقات الراحة، وأوقات القيلولة، ينبغي أن لا يعني هذا يعني القرآن رتب آداب لمن مع الإنسان في بيته من الخدم وغيرهم أن يستأذنوا، والأبناء أن يستأذنوا على الوالدين في هذه الأوقات باعتبارها أوقات يضع فيها الإنسان ثيابه ويرتاح فيها. فهذه الآداب تشملهم أيضا، أن لا يكون تكون الزيارة وقت الظهيرة، وأن لا تكون الزيارة بعد العشاء في وقت النوم، وأن لا تكون، وإنما يعني مثل ما تقول تكون في الأوقات المناسبة التي يمكن أن يكون فيها الإنسان جاهز للزيارة. واليوم طبعا وسائل التواصل أيضا تعطيك فسحة في هذا الجانب، أنك قبل لا تزور أنك تستأذن، تستأذن أو اليوم الاستئذان ما عند الباب، اليوم الاستئذان ممكن يبدأ برسالة يعني يبدأ الاستئذان نعم نعم من 100 كيلو قبل أن توصل لها الشخص قبل أن تذهب، وهذا من يسر الله ولطفه بعباده أن يسر لهم هذه الأمور. نعم. نعم. عموما هذه كانت اليوم يعني أو هذا الموضوع اللي حبينا نمرره، موضوع عيادة المريض، زيارة المريض، ونذكر أنه المريض نفسه يعني أيضا هو مأجور في هذه الحالات، وعندما نقول للمريض طهورا فنحن نطلب، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى نعم أن يطهر ذنوبه بهذا المرض، نعم من الذنوب نعم من خلال هذا المرض. هذا هو موضوع اليوم. احنا نبغى نقترح الموضوع لبكرة. كنا نتحدث أيضا في بعض المقترحات الإصلاح ذات البين. نعم. إصلاح ذات البين أو الصلح بين طرفين، بين أخوين، بين صديقين، بين متخاصمين، وفي رمضان. ويعني أنا اليوم سمعت قصة جميلة، بس ما أقدر أمررها يعني على الهواء، لكن كانت قصة جميلة أيضا في إصلاح ذات البين بين طرفين، وكانت رائعة، واختير لها رمضان بالذات، ويعني ونجحت يعني، ونسأل الله يعني أن يصفي القلوب دائما هكذا بين الجميع. إذن موضوعنا بكرة الصلح خير إن شاء الله. ذكرى 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 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرى ذكرى واحد الصائم واحد الصائم. وفي تذكير اليوم أخي المسلم نذكر بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. إلى اللقاء. انتظرونا غدا عند نفس الموعد في واحة الصائم. واحة الصائم. محمد المرجبي، الدكتور عبد الله العبري، والمخرج حمد بن عامر الوردي. واحة الصائم. واحة الصائم.